رفيق اخ رفيق درب انت. والله انا رفيق. تعرف شو من يوم اللي تقلعت من الشغل انت معي. اي والله اي صح. وحتى يوم اللي خسرت الاسهم بالشغل وفلست ضليت انت معي. اي صح يا اخوي صح يا رفيق. حتى وانا مريض انت ما تركتني ضليت واقف معي. اي صح وما راح اتركك. وهلا انا عم بموت انا عم بموت وراح اروح وانت لسه واقف معي. انا راح اضل واقف معك لاخر يوم بعمرك. انا اخوك ورفيق دربك. اخ لك انت مالك ملاحظ انه انت وشك مو خير علي كله مصايب مصايب. لك كاسر كاسر. ايه تعال تعال شوي. شو هذا مش حاطه هير يا اخوي عم شريك. ايه لك بدي اسوي اكل. ايه بس ناقصني كركم. شو عند الجيران قل لهم اخوي بده كركم. شو بدك؟ لك كركم كركم قول قول لهم بده كركم على السريع. يلا يلا وين طلع اجر وين البطيخ يا زلمه. أنا نجار. أهلا جار. مرحبا جار. حبيبي خير اسمي. جار أخوي عم يطبخ وعازمكم كلكم. لا إيه والله صلاة محمد عم بحكي معك حبيبي. تمام ماشي ساعتين بالضبط. ماشي عم استناكم. أحلى شرف حبيبي مع السلامة. مين جيني بالواد؟ نحمد. مين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. قول عليكم السلام. خلي السلام عليك. قول عليك شباب. أهلا عليك شباب. أهلا حبيبي. قول عليك السلام عليكم. أهلا بالجار. هاي مثل ما قلتوا لنا عازمين كلكم. أهلا بالجار. عرسي والله أحلى جار. مين هدول؟ هذول الجيران. شو جاي يساووا عندي؟ انت مو قلت لي روح جيبهم كلهم؟ الله لا يوفقك. لا انا قلت لك روح قل عندكم كلكم. انا قلت لك عزمهم كلهم؟ انت قلت لي روح جيب لهم كلهم وتعال انا ايش دخلني؟ اخوي ابو عزب جيب لي كاس ماي ولو. كاس ماي؟ ايه. هذا تقرا معي لك. شلون هذا امي امي؟ تفضل اخوي. اخوي انت شلون هيك؟ شلون ما بتجيب مي؟ انا بالعاده ببوس ايدك واجرك حتى تجيب لي كاس مي، شلون من اول كلمه راح تجيب مي؟ لانه اليوم بالمدرسه اعطونا درس من اسقى كلبا دخل الجنه. انت يا ابني. ايه استاذ. ايش معناتها كلمة سبي؟ سبي؟ ما بعرف. قعد. معناها طريق. وانت يا ابني ايش معناتها كلمة سبي؟ سهلة استاذ. طر طريق. يا طلاب كيف فينا نبرد الحليب؟ انا استاذ بعرف. منحط البقرة بالثلاجة. شوفوا يا طلابي الأعزاء بدي أسألكم سؤال. شو الفرق بين الكرة الأرضية وكرة القدم؟ كرة القدم نحن بنلعب فيها. يا أما الكرة الأرضية هي اللي بتلعب فينا. صح ولا لا أستاذ؟ وانت يا ابني ايه استاذ اللي شو حلمك تصير بالمستقبل؟ بدي يصير دكتور. ايه ما راح اتحكم عندك. ليش مين قالك بدي يصير دكتور بيطري استاذ؟
كان دكتور يدرس النهارده يا دكتور. خير شو في؟ لك اخوي عبناديله ما بسمعني، من بعيد ما بسمع. طيب انا رح اعطيك الحل. بتبعد عنه وبتقرب منه 5 متر، كل متر بتنادي له صوت. تمام دكتور. 5 متر بتبعد عنه، كل ما قربت متر بتنادي له صوت. تمام دكتور، رايح اتابع. مشي وبرد لك خبر. ماشي النتيجة. مع السلامة. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. الله يعين العالم. محمد ايش عم تسوي محمد ايش عم تسوي محمد ايش عم تسوي محمد لك محمد ايش عم تسوي ايش عم تسوي ايش عم تسوي صار لي 5 مرات صار لي ايش عم تسوي ما عم ترد علي ليش صار 5 مرات عم بسوي الفحم انت اطرش معك تسمع ايش اسوي لك